نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. نشرة الخامسة والنصف على موجات الحياة فم، أهلا بكم، وهذه عناوين النشرة. انطلاق أشغال إنجاز وتهيئة عدد من الطرقات بعمادات الحمام وزعفران ورقادة. وزارة الصحة تعقد اجتماعاً الأسبوع القادم عن نقابات التعليم للاتفاق حول رزنامة استئناف الدروس والامتحانات. والرئيس الأمريكي يستضيف قادة 40 دولة في اليوم العالمي للأرض لمكافحة انبعاثات غاز الكربون. أهلا بكم في تفاصيل النشرة. يضع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام صندوقا خاصا على ذمة حرفائه لوضع ملفاتهم، هذا ويوصي أعوان لكنام بوضع المعرف الوحيد ورقم الهاتف حتى يتسنى للصندوق الاتصال بالمواطنين في حال تسجيل نقص في الوثائق. ويأتي هذا الإجراء في ظل الظروف الوبائية الصعبة ومن أجل تفادي الاكتظاظ. أكثر تفاصيل في التسجيل التالي. هاي فغويلة بن سلامة، كهيت مدير الصندوق الوطني للتأمين على المرض. نحب نقول لكم اللي في ظل الظروف الصحية الصعبة اللي قاعدة تمر بها البلاد والتفشي السريع للكورونا، حاطين على ذمتكم صندوق خاص باش نتفاداو كيك الاكتظاظ ونحافظوا على صحتنا. نحب نفكركم اللي الأوراق اللي تجيبوها والملفات يلزمها تكون معمرة مليح. حاجات مهمة ما لازمش نساوهم اللي هما المعرف الوحيد، لازموا اللقب، العنوان، رقم الهاتف، باش في صورة أن الملف يكون ناقص وثيقة أو محتاج تصليح نتمكنوا من الاتصال بكم. ونحب نذكروكم اللي الكنام عنده عدة مراكز ودور خدمات متوزعة على كامل ولاية القروان اللي هما بوحاجلة، حفوز، الحاجب، والشرادة، والسبيخة، وهكا تسهل عليكم ونرتحوكم من التنقل ونتفاداو الاكتظاظ. انخراط بلدية القيروان في اتفاقية الانتقال الطاقي التي تلزم كل بيت في القيروان بأن يكون فيه ماجل، وذلك في إطار مجابهة التغيرات المناخية ولتفادي إهدار مياه الأمطار في القيروان وعدم استغلالها حيث تختلط بمياه التطهير ولا يتم تخزينها. قامت بلدية القيروان مؤخرا بتغطية بعض مجاري الأودية لحماية تلك المياه من التلوث واستغلالها فيما بعد. أكثر تفاصيل مع المولدي الماجري عضو المجلس البلدي القيروان. والله بالنسبة لبلدية القيروان أنا نعتبرها من البلديات السباقة في الاهتمام بكل ما هو بيئي وكل ما هو طاقي، ومركزة خاصة على نحن تو منخرطين فيما يسمى بالانتقال الطاقي. دخلنا ديجا في اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في هذا الاتجاه. بالنسبة على مستوى الماء، كما تعرفوا نحن في القيروان بكل أسف مجاري مياه الأمطار مقبل مختلطة مع شبكة التطهير، وحتى كل مواطن الميزاب نتاعو يعني نتاع المطر يخلطوا مع مياه تصريف الأمطار، هذاك علاش البالوعات تفيض، وهذاك علاش الماء ذاك بكل أسف ما نستغلوش ويضيع. نحن 50% من مياه الأمطار قاعدة تضيع تو وتتخلط مع المياه الملوثة. دينا كما تعرفوا ونتابعوا غطينا بعض مجاري الأودية اللي كانت تصب فيها مياه فضاليات وأوساخ وكذا، تم تغطيتها بالكامل معناه، وهذا كل لحمايتك المياه نتاع المطر ذاك باش ما يتلوثش. ماشيين في اتجاه أنه في تراخيص البناء نفرضوا على المواطنين أنه يكون عنده ماجل في البنية نتاعو، وهذا كل الحفاظ على مياه الأمطار اللي قاعدة تستنزف. في إطار مشروع التعاون الألماني الإقليمي من أجل الإدارة المستدامة للموارد المائية في المغرب العربي، انعقدت جلسة عمل بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان اليوم تحت إشراف المندوب الجهوي وبحضور رئيس المشروع الألماني وممثل عن مكتب التقييم والموازنات المائية بتونس ورئيس دائرة الموارد المائية ومهندس أول بدائرة الموارد المائية، وذلك لمناقشة تفعيل مسار المشروع وتركيز محطات قيس المناسيب داخل منظومة سد نبهانة في معتمدية السبيخة. انطلاق أشغال إنجاز وتهيئة عدد من الطرقات بعمادات الحمام وزعفران ورقادة اليوم، وهي مسالك حيوية طلب الأهالي بتهيئتها لفك العزلة عن القرى، كما طلبوا بإتمام تهيئة بقية المسالك. تكلفة المشروع تبلغ 250 ألف دينار، وهناك مشاريع مستقبلية بقيمة حوالي 3 مليون دينار لجميع عمادات منطقة رقادة. تفاصيل مع رئيس البلدية الطيب الطالبي. بالنسبة للبرنامج بتاع سنة 2021 عندنا مجموعة من المشاريع، منها طرقات اللي مبرمجة على لسنة 2020، لكن نظرا للوضعية الصحية العالمية واللي حاطت البلاد تم تأجيلها إلى هذه السنة، قرابة 9 كيلومتر يتم شكل إنجازهم في ثلاثة عمادات هي الحمام وزعفرانة ورقادة. وسنة 2020 قمنا بإنجاز 4 كيلومتر على مستوى النبس وفي عمادات متفرقة. التكلفة 9 كيلومتر هما نتاع المشروع نتاع السنة إن شاء الله تقريبا من 250 مليون دينار، إضافة إلى عنا برنامج استثماري مع صندوق القروض اللي برمجين فيه تقريبا 20 كيلومتر بكوش و
واللي التكلفة بتاعه تقدر ب 2 مليارات و 900 مليون ومقسم على 7 عمادات لبلدية رجادة، يعني كل عمادة تقريبا ينالها قرابة 3 كيلومتر. إضافة معنا برنامج قيد الدرج توا مع بيروديتيف اللي هو 5 كيلومتر ما بين النبش والمخصومة، إن شاء الله زادة في غضون وسنة هذه زادة تنطلق الأشغال بتاعهم طرقات زادة قرابة 5 كيلومتر التكلفة بتاعهم تقدر بأكثر من 120 ألف دينار. هذه مجموعة المشاريع اللي على مستوى الطرقات على مستوى فك العزلة اللي مبرمجين هذه السنة سنة 2021 على هذه الميزانية. إن شاء الله نطلب من المواطنين باش يواكبونا جلسات بتاعنا باش يكونوا شركاء في الخيارات وشركاء في تحديد مجالات التدخل بتاعنا ويكونوا فاعلين. المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد حاج طيب يؤكد اليوم أن ما يتم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي بشأن رزنامة العودة المدرسية واستئناف الدروس والامتحانات لا أساس له من الصحة. وأفاد الحاج طيب في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن لجانا فنية تابعة لوزارة الصحة بصدد الاشتغال على تحديد السيناريوهات الممكنة لتحديد رزنامة بقية السنة الدراسية بالنسبة لكل المستويات الدراسية. ومن المنتظر أن تعقد الوزارة اجتماعا بداية من الأسبوع المقبل مع نقابات التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي للخروج بقرارات مشتركة وموحدة تخص هذه المسألة. دوليا، الولايات المتحدة تستضيف قمة عالمية للمناخ في اليوم العالمي للأرض، وتسعى واشنطن إلى خفض انبعاثات الكربون بها إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030. وبحسب وزيرة الخزانة الأمريكية فإن الفشل في مكافحة التغير المناخي قد يقوض النمو الاقتصادي العالمي. قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة لاتفاق المناخ ووضع بلاده في الخطوط الأمامية لمكافحة الاحتباس الحراري. وكشف اليوم خلال قمة عالمية دعا إليها حول المناخ عبر الانترنت عن هدف امريكي جديد لخفض الانبعاثات الملوثة يمثل ضعف ما اعلن عنه سابقا. نهاية النشرة، قدمتها لكم سمية حمدي، وهذا تذكير بعناوينها: انطلاق اشغال انجاز وتهيئة عدد من الطرقات بعمادات الحمام وزعفران ورقادة. وزارة الصحة تعقد اجتماعا الأسبوع القادم مع نقابات التعليم للاتفاق حول رزنامة استئناف الدروس والامتحانات. الرئيس الأمريكي يستضيف قادة 40 دولة في اليوم العالمي للأرض لمكافحة انبعاثات غاز الكربون. للقاء. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.